ازيكم يا حبيباتي، عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. جايبه لكم النهارده يا بنات وصفه خطيره جدا 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 في انبات الشعر، وكمان لو عندك صلع مبكر الوصفه دي هتخلصك منه تماما. وصفه مضمونه ومجربه، وكمان هتكثف شعرك وهتطوله لو انت عايزه. وصفه جميله جدا جدا، وفعليا كل اللي جربها شكر لي فيها جدا جدا. فكملي الوصفه لو عايزه تعرفي ايه هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جايبة لكم النهاردة يا بنات وصفة جميلة جدا جدا. الاول قبل ما ابدأ الوصفة عايزة اقول لكم واشكركم جدا على البنات اللي عملولي اشتراك في قناتي الجديدة، بحبكم جدا جدا جدا. وكمان هتلاقوها في صندوق الوصف وهتلاقوها اول كومنت، خشوا اعملوا لها اشتراك وسبسكرايب، ونزلت كمان عندها فيديو. يلا بينا نبدأ على طول في الوصفة. اول حاجة هنحتاجها وهو المكون الوحيد اللي عندنا وهو الثوم. انا خدت هنا كم فص من الثوم، يعني مثلا ممكن تقولي عليهم 5-3 كبار والباقي صغيرين، في 5 فصوص. حابة انتي تستخدمي راس كبير او راسين من الثوم براحتك جدا، على حسب طول شعرك هتفرق في الفصوص. يعني انتي لو شعرك طويل جدا استخدمي فص راسين من الثوم، لو انتي شعرك عادي متوسط استخدمي الحبة اللي انا مستخدماهم. هجيب مية برد عادي كوباية كاملة واحطوهم في حلة صغيرة او في كسرولة صغيرة، وابدأ اضيف عليهم الثوم بتاعي. تمام كده، اهو انا ضفت الثوم بتاعي في المية دي. دلوقتي انا عايزة اقول لكم ان طبعا الثوم ليه ريحة، فانا في اضافة احطها كده عشان تمتص ريحة الثوم، وهي القرنفل. القرنفل يا بنات للي متابعاتي دايما دايما بستخدم القرنفل لامتصاص الرائحة اللي بتبقى في مكونات كتير كريهة زي الحلبة. فانا هستخدم حبة من القرنفل، تقدر تستخدمي نص معلقة من القرنفل، طبعا انا مقدرهم بايدي فهم نص معلقة من القرنفل. احطهم مع الثوم عشان هبدأ ان انا اغليهم على نار هادية، على النار بتاعتي، ولازم تكون نار هادية عشان احنا عايزين نطبخه مش عايزين نحرقه، ومش عايزين كمان نطير الخصائص بتاعته. يلا بينا نغليه بقى مع بعض على النار سوا، وكمان هقول لكم الطريقة اللي احنا يعني هنستخدم فيها الوصفة دي، وازاي هنستخدمها ونستخدمها كم مرة في الاسبوع. اهو يا بنات المكونات بتاعتنا ومية الثوم بعد ما غليناها. انا غليتها حوالي 20 دقيقة لحد ما الثوم بقى طري جدا كده والمية اتغيرت، وكمان زي ما قلت لكم عملتها على نار هادية. البخاخ ده يا بنات هرش بيه على شعري كل يوم وصفة الثوم دي. البخاخ ده يا بنات هيسهل عليا ان انا اوزع الوصفة كلها على شعري. طبعا انا هبدأ ان انا دلوقتي احط الوصفة في البخاخ بتاعي، طبعا بالقمع اللي انتوا شايفينه ده جاهز. طريقة الاستخدام هو ان انتي هتفرقي شعرك، وهتبدأي ان انتي ترشي بالبخاخ ده على شعرك كل يوم لحد ما تبان النتيجة. مفيش وقت محدد لظهور النتيجة، لكن الثوم معروف ان هو بيحفز الشعر على النمو وكمان بيكثفه. ولو عندك مناطق فيها فراغات او صلع تماما صدقيني الثوم هيحفز الشعر على النمو. في بنات كتير وانا اعرف شخصيا بنوتة كان عندها فراغات من عند الجبهة كده، فراغات من قدام بسبب انها كانت بترفع شعرها، فحصل يعني الشعر اللي قدام خف. قلت لها على الوصفة دي وفضلت عاملاها، وفعليا دلوقتي مفيش اي فراغ، وانا شفتها من قريب والنتيجة جميلة جدا جدا. طبعا يا بنات التوم اللي احنا كنا سلقينه مع بعض في المية واللي احنا اخدنا منه المية بتاعت التوم مش هنرميه، احنا هنقشره. وهقول لكم الطريقة التانية اللي احنا عايزين نعملها. طبعا الطريقتين دول بيكملوا بعض، يعني دي مش حاجة تعمليها ودي حاجة تعمليها، لا الاتنين تعمليهم مع بعض في الروتين بتاع التوم اللي انا قايلة عليه. هتبدأ ان انتي تهرسي التوم بعد ما تشيلي منه القشر بتاعه، لان احنا مش محتاجين القشر. طبعا عايزة اقول لكم ان انا شلت المية من على النار لما التوم بقى ايه ينفع ان انا اهرسه، والسكينة دخلت فيه ما كانش جامد يعني او ناشف زي ما انتم شايفين. اول ما حطيت الشوكة اتهرس عادي كأني بهرس
بطاطس. العجينة اللي قدامكم دي، العجينة التومية دي اللي قدامكم، حلوة جدا للشعر، وهي فعليا اللي هتعمل نتيجة روعة جدا. انت بتاخدي كمية منها وبتحطيها على المنطقة بتاعت الفراغ، مش بتفرديها كلها على شعرك. انت ممكن تفرديها براحتك، بس انا مرة فردتها على شعري، كانت مزعجة جدا وانا بشيلها وغسلتها كتير عشان التوم والقطع الكبيرة بتاعت التوم تطلع من الفرو التارسي، فكان الموضوع مزعج جدا. فانت بدل ما تفرديها على شعرك كله، افرديها بس على منطقة الفراغ والصلع. لو عندك قدام منطقة فراغ، حطيها على منطقة الفراغ، وصدقيني في خلال 3-4 ايام هيبدأ ان شعرك ينمو. اول ما تحط ايدك على منطقة الصلع هتلاقيها بتشكك عشان في شعر طالع. اتمنى ما كنتش طولت عليك يا حبايب قلبي، بحبكم جدا جدا، وزي ما قلت لكم ما تنسوش تعملوا اشتراك لقناتي الجديدة، هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف او الكومنت كمان في الكومنتات. بحبكم جدا جدا، ومتبخلوش عليا بكومنتاتكم الجميلة. تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة. بحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.